السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة عليكم. اليوم باش نتكلموا على سؤال ديما يطرحوه، وهو ماذا لو كان هناك إله بعد الموت؟ سؤال يعني افتراضي، فهمت؟ هذا السؤال يطرحوه خاصة ما يسماه الربوبيين، وقت نناقش مع الربوبيين أو اللاأدريين، ونحب نفهم شنو الأسباب اللي يخليهم يؤمنوا بإله معناتها بعيد كل البعد على إله الأديان. يقولوا لي ما يسمى بريهان باسكال، تعرفوه أنتم أكيد ريهان باسكال. باسكال هذا أحد الأوروبيين اللي عمل رهان يقوم على الرياضيات. هذا الرهان يقول إن المؤمن بوجود إله رابح في جميع الحالات. كيف؟ قال لك اللي يؤمن بإله، لو فرضنا إن هذا الإنسان مات ولقى إله، إذن ففي هذه الحالة هو رابح، عنده زايد واحد، لأنه في الدنيا هذه آمن بإله ومات ولقى إله، إذن ربح الرهان متاعه، إذن هو عنده واحد. كان مات وما لقاش إله فهو مخسر شيء، على خاطر عدم وجود إله يعني صفر. إذن هوني وقت نجمعوا صفر واحد يجي واحد، إذن المؤمن بإله في جميع الحالات هو رابح. كان ما فماش إله ما فما حتى مشكل، صفر معناتها عدم، ولو فما إله هو ربح الرهان بتاعه. بينما الذي لا يؤمن بإله كالملحد يقول لك هو خاسر. علاش؟ على خاطر لو فرضنا إن فما إله ففي هذه الحالة هو خاسر، خسر الرهان متاعه، إذن هوني عنده صفر. وكان ما فماش إله عنده صفر، إذن في الحالتين هو كي نجمع صفر مع صفر نلقاها صفر، إذن هو خاسر لو فما إله. وما هو رابح وما هو خاسر كان ما فماش إله؟ يعني لو ما فماش إله هو متساوي مع المؤمن، ولو فما إله هو خاسر لأنه لم يؤمن بإله. وأنا معناتها هذه معناتها أكيد كثير يعرفوه، هذا معناتها التفكير ما يسمى ريهان باسكال، يظهر في الظاهر منطقي ومقبول رياضيا ومنطقيا. يقول لك أنا شنو خاسر، نؤمن بإله وكهو هكاكا، معناتها كان فما إله هاني ما خسرت حد شيء، كان ما فماش إله هاني زادة كيف كيف. لكن هوني هل هذا التفكير منطقي بالفعل؟ أنا أشوفه لا. بعد ما فكرت في الموضوع شفته خاطئ، مش خاطئ وإنما ناقص بعض العناصر. هنا باسكال تغاضى أو تناسى بعض العوامل الأساسية. من العوامل الأساسية اللي ينساهم باسكال هما اثنين مهمين، هو مسألة من هو الإله، شكون الإله اللي تؤمن به. نعرفوا احنا اللي عند البشر فما مئات وآلاف الأديان وآلاف الآلاف المذاهب، خلينا نقتصروا كان على الأديان، نقولوا مثلا مئات الأديان، يا سيدي نختصروا على الأديان الرئيسية، نقولوا مثلا 10 أديان رئيسية أساسية، كل واحدة عندها إله خاص بها، عندها نظرة خاص بها للإله. إذن أنت كان تؤمن بالإله الخطأ هنا تكون متساوي مع الملحد. الملحد ما يؤمنش بإله أصلا، عنده صفر لو كان فما إله، ولكن لو أنت آمنت بإله خاطئ
عندك صفر زادة على خاطر وقتها باش تموت باش تلقى إله باش يقول لك راهو الإله اللي تؤمن به أنت مانيش أنا. نضرب مثال أكثر وضوح، لو أنت مسلم ويطلع مثلا إله الزردشتية هو الإله ما يسمى إله الخير وإله الشر، ففي هذه الحالة فهمت يقول لك الإله اللي تؤمن به اللي هو إله الإسلام ما هوش إله زردشت، إذن أنت تعتبر كافر وغير مؤمن، إذن أنت متساوي هنا مع الملحد. هذا العامل الأساسي معناتها اللي باسكال واللي قرأوا هذه النظرية متاع ريهان باسكال ما خذوهاش بعين الاعتبار. يعني لازمك هوني الرهان بتاعك مش انك تؤمن بإله فقط، لازمك تزيد عامل آخر أساسي انك تطيح على الإله الصحيح. إذا هوني نسبة انك تطيح على الإله الصحيح هي نسبة الأديان وأنواع الآلهات الموجودة. نفترض أنها موجود 100 نوع من الآلهة، إذا عندك 1 على 100 انك تطيح على الإله الصحيح. هذا عنصر أول إنساه باسكال. العنصر الثاني اللي هو زاد مهم وأساسي هو المسألة ما تتوقفش أنك تؤمن بإله. لو كانت المسألة أنك تؤمن بإله وكهو المسألة تكون سهلة، أي إنسان يؤمن به فما حتى مشكلة. لكن المشكلة هو أنك تطبق اللي قال لك هذا الإله، نازلت المشكلة كبيرة. مثلا من دين لدين فما أديان كما الإسلام، وقت تطبق اللي قال لك الإسلام تكون فقدت حياتك. هنا المشكلة كبيرة على خاطر تكون ما عشتش حياتك حر، عشت مستسلم، ما تمتعتش بحياتك، خسرت حياتك، فهمت؟ إذا هوني أنت كي عشت حياتك هذه خسرها كلها من بعد مت، نفترض اللي معناتها الإسلام حق وما لقيتش ما فماش إله، هنا خسرت الدنيا معناتها قبل الموت وبعد الموت. يعني هنا تكون حالتك أعظم من الملحد، خاطر الملحد على الأقل عاش حياته. إذا أنت خسرت دنيتك وما بعد دنيتك، بينما الملحد معناتها ربح دنيته. هوني معناتها هذا الرهان هو رهان ماهوش منطقي. واحنا نعرفوا ان الاديان حتى نفترض الاسلام هو فما حديث تاع محمد يقول لك سوف تفترق امتي الى 73 فرقه. يعني فرضنا انك تحت على الدين الصحيح لازمك تطيح على المذهب الصحيح، وفرضنا انك تحت على المذهب الصحيح لازمك تطيح على عالم اللي يوجهك توجيه صحيح واللي تطبق تطبيق صحيح، ونفترض انك تحت على العالم لازمك تكون نيتك خالصه ولازمك تطبق معناتها بالكداب بالكداب بالكداب، فهمت هذاك الشيء. وهذا معناتها نجم نقوله كما 1 على مليار بل 1 على الانفيني او 1 على الازل انك تعمل هذاك الشيء كله اللي قاله لك الدين واللي امرك به الدين. اذا هوني هذه مسألة معناتها أني أؤمن بإله هو أفضل لي أني لا أؤمن بإله، هذه مسألة ما هيش منطقية رغم أن الظاهر متاحة يدل على أنها منطقية. ولكن هنا فما جانب آخر أخطر من مجرد إيمان. أنت كي تؤمن بوجود إله في هذه الحالة أنت باش تمنع روحك وباش تمنع التفكير متاعك من ياسر حاجات. مثلا ماكش باش تفكر انك تتغلب على الموت، ماكش باش تفكر اللي تخرج من الارض هذه وتعمر الكون. علاش؟ على خاطر تعتبر نفسك اللي انت الاله هذا يراقب فيك ويمنعك وميخليكش تعمل اللي تحب عليه. انت انسان ماكش حر لان عندك شكون فوقك. يعني أنت إنسان نجم نقوله مسير وحريتك محدودة
بما حدد لك هذا الإله. إذا أنت ياسر حاجات ماكش باش تفكر فيهم، بل ياسر حاجات باش تحرم روحك ما تعملهمش على خاطرك تؤمن إن فما هناك إله فوقك يراقب فيك ويعس عليك ويعرف كل شيء عليك، ويعني أنت إنسان مجرد أداة. بينما عندما لا تؤمن بوجود إله، هنا تولي المسألة أخرى، تولي أنت مسؤول على نفسك، تولي أنت مسؤول على الكون هذا اللي حولك، تولي أنت مسؤول على كل شيء، وتولي تسمح للخيال نتاعك باش يفكر إلى أبعد الحدود، ويمكن أن توصل تحسن في هذا الكون وتحسن في حياتك أنت كفرد من ناحية، وحياة المجتمع نتاعك من ناحية ثانية، وحياة الإنسانية من ناحية ثالثة، وحياة الكون. علاش لا؟ هذه هي القوة متاع أنك ما تؤمنش بوجود إله، القوة أنك تولي تنظر وتخمم وتفكر، ويولي معناتها الخيال متاعك إلى أبعد الحدود. ومن هنا نجم نحسن أوضاعنا. احنا نعرفه اللي الإنسان معناتها يتطور، معناتها منذ آلاف السنين وهو قاعد يتطور، هذه مسألة معناتها معروفة ومش وما تحتاج الإيمان أصلا، هذه مسألة حقيقية. ساعات يقول لك معناتها ما نؤمنش بالنظرية بتاع التطور، التطور ما هيش محتاجة أن تؤمن بها، فهي حقيقة، حقيقة فعلية. كما يجيني واحد يقول لي الأرض مش مدورة، مانيش محتاجين تقول الأرض مش مدورة ولا ما نؤمنش بكروية الأرض، تؤمن ولا ما تؤمنش ما يهمناش فيك، لأن هذه حقيقة، أن الأرض مدورة هذه حقيقة. ولا واحد يجي يقول لي أنا ما نؤمنش إن الشمس موجودة، تؤمن ولا ما تؤمنش ما يهمناش فيك، هذيك أمورك الخاصة، الشمس موجودة لأنها حاجة فعلية. هنا لاحظوا مسألة معناتها تطور الأفكار، هذه برك هذه مسألة تطور الأفكار وتطور الإنسان تدل على أن ليس هناك رسالة، لأن القول أن هناك رسالة سماوية من عند إله فهي من المفروض أن تكون لا تتطور، تكون جامدة، لأن الإله يكون كامل، يكون عارف الإنسان. وإحنا شفنا اللي كل الأديان عندما تظهر يمكن يقتنعوا بها في عصرها، لكن يتعدى جيل جيلين العبيد يولي ينقضوا فيها، تتعدى مئات السنين تولي معناتها غير مقبولة، وتتعدى معناتها كما نشوفوا توا الإسلام أصبح يعني غير مناسب للعصر ولا لطريقة التفكير. ولكن لأن المسلم مؤمن أو المتدين مؤمن أن هذاك من عند الله وأن هذاك كامل، تلقاه يجد كل التبرير لكي يطبق هذلك الدين، وعندما يطبقه كما هو يظهر همجي، يظهر متخلف. يعني المسألة هذه هي المشكلة الكبيرة، ديما نقول المشكلة مش في الإيمان بإله، لا، المشكلة فيما قال هذا الإله. أنا وقت نجي نناقش مع واحد متدين نقول له ما تناقشنيش في إلهك، خلي إلهك على شيرة، أعطيني شنو قال إلهك، هل ما جاء به إلهك مقبول ومنطقي أم لا، هل ما جاء به إلهك نجم نطبقوه توا ونجم يحل لنا مشاكلنا ولا لا؟ هذه هي المشكلة، المشكلة ما قال الإله، ليس المشكلة الإله نفسه. هذاك علاش معناتها واحد مثلا عندما يؤمن بإله هكاكا من غير رسالة كما الربوبيين أمر ما يقلقش، لأن هذا الإنسان بحد ذاته فهمت ما عندوش التزامات، يعني يرجع لنفسه، عنده نوعا ما من الحرية في اختياراته، خاطر أكثر الربوبيين في الحقيقة يؤمنون بإله ليس له علاقة بالأديان من جهة، وأكثرهم
يعتبرون أن هذا الإله خلق الكون وجعلك تتصرف كما تريد، يعني لا يتدخل فيك أصلا، فهو لم يقل لك أن تؤمن بي أو لا تؤمن بي. من هون نفهم أن المشكلة هي تطبيق ما قال الإله، هذا هو الموضوع اللي لازم نناقشوه مع اللي يؤمنوا بالأديان. أي واحد ربوبي ولا لا ديني، ولا معناتها لا ديني بصفة عامة أو ربوبي أو لا أدري، لازم وقت يناقش مع واحد متدين مسلم أو مسيحي أو غيره أن يناقش ما قال الدين. قل له أعطيني ما قال إلهك وأقول لك ما قال الإنسان المتحضر، أعطيني شرع ربك ونعطيك شرع إنسانيتي، ونعمل مقارنة من بين شرع ربك ومن بين شرع إنسانيتي، أعطيني قانون ربك ونعطيك قانون إنسانيتي، أعطيني ربك شقال عندما توقع هذه المشكلة ونعطيك إنسانيتي وجهة نظري على حسب عصري وعلى حسب تطور الإنسان شنو قال في حل هذه المشكلة، ونقارن من بيناتهم ونشوف شنو هو اللي خير. عندما تجعل المتدين أمام هذا الخيار يولي يلاحظ اللي تشريع إلهه ما عادش صالح، ما عادش مقبول. لهذا يحاول أن يأتي بعضهم يأتي بالتبرير لكي يهرب من هذه الورطة. مثلا نضربكم مثال مسألة قطع اليد للسارق، تجي تقول له راه توا ما عادش نقطعوا اليد على خاطر وقتها كانت فما صحاري وكانت خيمة، ما يجيش يحطوه واحد في خيمة يسكروا عليه بكادنا، فهمت، بقفل، إذا يقصوا له يده باش ما عادش يسرق وسيبوا. توا الأمور متطورت ولات فما سجون وفما حبوسات وفما فهمت قوانين وفما أنظمة، إذا ما عادش داعي باش نقصوا له يده. فهمت الإنسان المتعصب يقول لك لا ما يهمنيش، قصان اليد هو من أجل إرهاب البقية. يا ولدي ترهب ولا ما ترهبش، راه اللي يسرق يسرق، ترهب ولا ما ترهبش، راه المسألة مش مسألة معناتها قصان يد، هو حتى مسألة الحبس أو السجن الآن ما عادش معناتها معناتها الدول المتطورة أصبحت ما عادش تعامل السارق كمجرم، ولا تتعامل فيه كحالة اجتماعية يجب علاجه نفسيا، ويجب توفير له الظروف فهمت لكي ما عادش يسرق. يعني المسألة تبدلت، العقلية الإنسانية ماشية نحو مراحل جديدة. راهو هذا العنف وهذا التعصب وهذا الإرهاب والحروب وغيرها، هي أنا بالنسبة لي من بقايا الإنسان الحيواني. الإنسان الحيواني اللي خارج من عالم الحيوان، خارج من غابة القوي يعفس على الضعيف. إنسانية تطورت، مثلا القوة الجسدية ما عادش محتاجينها، تو واحد يكون أكبر معنتها عنده قوة جسدية وينجم يعمل ويضرب وكذا بكرتوشة تقتله. إذا المسألة ما عادش كما قبل، المعطيات تبدلت، العوامل تبدلت، يعني الحروب يمكن أن تتحول إلى حروب فكرية، إلى حروب اقتصادية، إلى حروب إبداعية، ما عادش حروب جسدية، لأن الحروب الجسدية أنت معناتها بالنسبة لي هي من بقايا الحيوان الذي كان يعيش في الغابة وكان معناتها يحافظ على أكله ويحافظ على عائلته ويحافظ على وجوده لكي لا يضمحل، لأن نعرف إحنا الطبيعة، في الطبيعة فما قانون الغاب، قانون قوي، وهذا بحد ذاته يدل على أن ليس هناك إله. حتى هذا يدل على، لو نظرنا إلى الكون نرى أن الكون يسير بطريقة معناتها ما تدلش على أنها فما شكون يتحكم فيه، بل هناك صراعات بين العناصر المركبة لهذا الكون، وهذه الصراعات موجودة بينات من أجل البقاء. إذن هوني اللي حبيت نوصله ونقوله أن راهو في حالة أن وجود إله، ودي ماذا كما قلت لكم السؤال يتسأل،
حاجة من اثنين، يا أما هذا الإله إله بأتم معنى الكلمة، يعني في مستوى الألوهية، ففي هذه الحالة تأكد إن كنت ملحد أو مسلم أو مسيحي أو تبع دين أو ربوبي أو لا أدري، راه هذا الإله سوف يكون عادل معك، وسوف لا يحاسبك لا على أنك صليت له ولا ما صليتلوش، أمنت به ولا ما أمنتش به، وإنما سوف يحاسبك على الحاجات الباهية اللي عملتها في حياتك، ويحاسبك على الحاجات الخايبة اللي عملتها في حياتك. كان فما حساب، نفترض لو فما إله بالفعل، فمن المعقول لو كان هناك إله أن يكون هذا الإله عادل ومنطقي وغير ظالم. إذا أنت في هذه الحالة حتى وإن كنت ملحد، ما دامك إنسان جيد، ما دامك إنسان عملت حاجة باهية في حياتك، ما دامك عاونت العباد، ما دامك طورت روحك، ما دامك خمدمت مخك، راهو باش يحترمك وباش يقدرك وباش يحطك فوق راسه خير من هذاك اللي يؤمن به وعامل العجب لزق. هذه مسألة تأكدوا منها. إذن لا داعي، لا داعي للإيمان بالله أو عدم الإيمان بالله أو اللا أدرية ولا حتى الإيمان ولا حتى تتبيع دين. المهم والأساس هو أنك تطور أخلاقك، أن تطور نفسك كإنسان، وأن تتحمل مسؤوليتك، وأنك تخلي الأثر متاعك في الدنيا هذه، تقدم حاجة للإنسانية للأجيال القادمة. كان مت ما فما حد شيء، هوك مت هوك ذكرك بقى، عملك الصالح بقى، وكان فما إله راهو باش يحاسبك على الحاجة الباهية اللي عملتها. لهذا أنا أقول للادينيين بصفة عامة، ركزوا ركزوا على العمل الباهي في جميع المجالات. كان قريت اقرأ بصدق، كان خدمت اخدم بصدق، كان عاونت عاون بدون مقابل. نحى لكم هذه الفكرة نعطي دينار يعطيوني عشرة، فكر ديني، همت الحسنة بعشرة أمثالها، فكر التطميع، فهمت؟ فما دعاء صوفي يعجبني يقول فيه: لا أعبدك طمعا في جنتك، ولا أعبدك خوفا من نارك. وأنا أقول معنى هذا هو حديث أو قولة، فهمت، صوفية يعني جميلة. أنا أقول معناتها أنا وقت نعمل الخير مانيش خايف من النار ولا طمع في الجنة، وإنما لأني أؤمن ولأني مقتنع بأن هذاك الشيء به ولازمني نعمله. إذا مسألة اقتناع. وهذا معنى الحديث نكمله، يقول معنى أول قولة: لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك لأنك تستحق العبادة. والله لو وضعتني في نارك لأنادين زبانيتها إني أحبك إني أحبك. وأنا أقول بطريقة أخرى، راني نعمل الخير مانيش خايف من النار ولا طمع في جنة، وما نعملش الشر مانيش زاد خايف من النار ولا طمع في جنة، وإنما نعمل الخير وما نعملش الشر على خاطر مؤمن اللي هذاك الشيء لازمني نعمله. وكان فما إله، كان فما إله ويشوف اللي عملته أنا ماهوش باهي وحطني في النار متاعو، فهمت، ونقول له: ناديين زبانيتها إني أكفر بك
اني اكفر بك، اني اكفر بك واني ما نستعرش بيك، فهمت؟ وحتى كان حرقتني الازل كله. هذا هو الانسان الحر، فهو يتبع الحق والمنطق ولا يخاف من احد حتى من الاله، وان كان الاله ظالم واجه الاله، اما ان كان الاله عادل ما عندك علاش تخاف. هذه مساله واضحه وباينه، نظن الفكره تكون وصلت للسؤال. ماذا لو كان هناك بالفعل اله؟ كما قلت لكم، لو كان هناك اله من المنطق ان يكون اله عظيم واله عالم واله عادل، ففي هذه الحاله وان كنت ملحد لا تخف، ما يهمكش. وان كان اله كما تقول الاديان متجبر وماكر وغيرها من الصفات، فهو اله لا يستحق الاحترام، فهمت؟ في الدنيا وما بعد الدنيا. اما لو ليس هناك اله، نكون على الاقل عملنا حاجه باهيه في الدنيا هذه، وخلينا وفرنا الظروف للاجيال القادمه باش تعيش افضل واحسن. نظن الفكره واضحه، ومع فيديو قادم، وبالسلام عليكم.